بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء طلاب كلية تقنية الطاقة بالشخرة ومسجلين في مادة طاقة الكتلة الحيوية، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة. المحاضرة النهاردة هي توضيح لبعض الأمور اللي جات لي عليها أسئلة واستفسارات من بعضكم، من بعض الطلبة، ما يتعلق باللغة بتاعة التعليم، إيه هي الدراسة بتاعتنا، وبعض الأشياء الأخرى متعلقة بالامتحانات الجزئية وإلى آخره. طبعا برضو احنا كان المفروض ان احنا هنتكلم او هنتقابل وجها لوجه، لكن الظروف الحاليه اللي هي الظروف الصحيه بتاعه الجائحه اللي موجوده حاليا في العالم اجبرتنا ان احنا نختار طريقه اخرى للتعليم، وهو التعليم عن بعد اللي هو اونلاين. فكان جاء الامر المفاجئ، وبالتالي بيحصل فيه بعض التوضيحات اللي انا هقولها لكم دلوقتي. اول حاجه بالنسبه لينا احنا، الدراسه عندنا زي ما هي اللائحه بتاعت الكليه بتقول ان الدراسه باللغه الانجليزيه، وده اللي خلاني ان انا بحط المحاضرات بتاعتي الشرايح بتاعتنا باللغه العربيه في الاول وبعدين باللغه الانجليزيه، وبتعمد ان انا بقول في باللغه العربيه في الاول وبشرح باللغه العربيه عشان الماده العلميه نفسها بتكون مشكلتها انتهت عندك، انك انت سمعت الشرايح وسمعت الشرح بتاع الشرايح باللغه العربيه، وتنتقل بعد ذلك الى الجزء الثاني المرافق ليها اللي هو بيكون شرايح باللغة الإنجليزية عشان تبقى مركز على اللغة الإنجليزية مش على المادة العلمية واللغة الإنجليزية. فده الجزء الأول. بعد ذلك نيجي لموضوع الامتحان. الامتحان طبعا فيه احنا خلصنا في الأربع محاضرات الأولى، خلصنا الباب الأول. في نهاية المحاضرات ديت أو في نهاية الأربع محاضرات، في نهاية الباب الأول، أنا هنزل لكم دلوقتي شوية أسئلة بتلخص لكم أو بتخليكم يعني الأمور أكتر تبسيط بالنسبة للمادة بتاعتنا. فأنا هجيب لكم بعض الأسئلة وهقراها لكم بالعربي وهقراها لكم بالإنجليزي عشان برضو تعرفوا نطق الإكسبريشنز المظبوطة إيه هي، نطق المصطلحات العلمية بتاعتنا إيه هي بالظبط. وبعد كده هقول لكم على اتكلم على موضوع البحث بتاعنا، هنشوف ايه هي المواضيع وايه الاشتراطات المفروضة في البحث بتاعنا. نيجي للأسئلة اللي عندنا اللي هي متعلقة بالباب الأول لغاية المحاضرات الأربعة الأولى. سين واحد، عرف الطاقة المتجددة بصفة عامة، ايه هي الطاقة المتجددة، وبعدين الطاقة بتاعتنا، الموضوع بتاعنا، البحث بتاعنا أو المادة بتاعتنا، الكورس بتاعنا، طاقة الكتلة الحيوية. سين اتنين، ما أهم المواد الأولية المستخدمة لإنتاج الطاقة من الكتلة الحيوية. سين تلاتة، لماذا تفضل بعض الدول استخدام أنواع معينة من النباتات دون أخرى؟ ليه في دولة بتستعمل قصب السكر وفي دولة بتستعمل الذرة إلى آخره. سين أربعة، ما أنواع الوقود الحيوي؟ إيه أنواع الوقود الموجودة عندي؟ سين خمسة، تكلم عن ألف وقود الطحالب وما ميزاتها عن غيرها، ايه هي الميزة اللي بتتميز به الطحالب؟ ب، الوقود المستخرج من نبات الذرة وما عيبه، ايه العيب اللي موجود فيه؟ الوقود المستخرج من الدهون الحيوانية وما عيبه. سين ستة، اذكر المعادلة الكيميائية لتحضير ألف الغاز الحيوي، ب الديزل الحيوي، جيم الإيثانول الحيوي. سين سبعة، لماذا لا تعتمد أو لا تعتمد المخلفات الورقية من المصادر، لو هي لا تعتبر المخلفات الورقية من المصادر المهمة لإنتاج طاقة من الكتلة الحيوية؟ سين تمانية، ما عدد أجيال الوقود الحيوي وما أنواع الجيل الأول منها؟ يعني أنا عندي كذا جيل من الوقود الحيوي، تقول لي عددهم كام والنوع الأول منهم إيه هي أنواعه. سين تسعة، لماذا تلجأ الدول لاستخدام الوقود الحيوي؟ سين عشرة، ما الآثار المترتبة على الأمن الغذائي للدول عند التوسع في إنتاج الوقود الحيوي؟ الآثار المترتبة على الأمن الغذائي لوحده، لأن سين 11، ما الآثار المترتبة على البيئة عند التوسع في إنتاج الوقود الحيوي؟ خد بالك أنا بتكلم على الأمن الغذائي للدول، كل دولة الأمن الغذائي الخاص بيها، لكن البيئة العالمية كلها مع بعضها مش مرتبطة في مكان واحد فقط. Questions on the first section of biomass energy. Question 1:
define renewable energy, biomass energy. Question 2. What are the most important raw materials used to produce biomass energy? Question 3. Why do some countries prefer to use certain types of plants over others? Question 4. What are the biofuels? Question 5. Spoke about algae fuel and what are its advantages over others? The fuel extracted from the corn plant and what is its defect? C. The fuel extracted from the animal fats and what is its drawback, or also what's its defect? Question 6. State the chemical equations to prepare biogas, biodiesel, bioethanol. Question 7. Why does paper waste not really on important sources to produce biomass energy? Question 8. How many generations of biofuels? What are the types of the first generation? Question 9. Why do countries resort to using biofuels? Question 10. What are the implications for food security for countries when expanding biofuel production? Question 11. What are the effects on the environment when expanding biofuel production? طبعا انتوا عارفين ان من بين مواضيع او الاجزاء اللي بيقيم بها الطالب في الامتحانات الجزئيه اللي وضعتها الكليه هو موضوعات الابحاث. ففي مجموعه من الابحاث، مجموعه من عناوين الابحاث وضعتها، الاربع عناوين دول هيكون كل مجموعه من الطلبه ممكن تشتغل مع بعض او تتعاون مع بعض وتختار واحد من المواضيع دي تكتب فيه. مواضيع الابحاث ايه هي؟ رقم 1 استخلاص الطاقه من النباتات السكريه. رقم 2 استخلاص الطاقه من النباتات الزيتيه. رقم 3 استخلاص الطاقه من الطحالب البحريه. رقم 4 استخلاص الطاقه من بقايا النباتات. Research topics. Number 1, extraction of energy from sugar plants. Number 2, extraction of energy from oil plants. Number 3, energy extraction from marine algae. Number 4, extraction of energy from plant remains. الشروط اللي يجب توفرها في البحث: أول حاجة لا يقل عن 5 صفحات. تاني شيء يتكون من مقدمة وموضوع نتيجة ثم المراجع المستعملة في هذا البحث. رقم 3 لا يشترك في البحث الواحد أكثر من 4 طلاب. رقم 4 سيتم مناقشة كل طالب مباشرة مع أستاذ المادة، طبعا عشان نعرف مين اللي اشتغل ومين اللي ما اشتغلش وكمية كل واحد شغل واحد فيكم. أنا مش هناقش هنا في اشياء خارج البحث بتاعك، لا، فقط في البحث بتاعك. فانت هيكون معاك نسخه من البحث بتاعك وهتبعت لي نسخه على الايميل او على الموقع بتاع الكلاس روم بتاعنا، الفصل الدراسي بتاعنا، وهنبدا نتكلم مع بعض عن طريق واحده من وسائل التواصل الاجتماعي، يا اما فيسبوك يا اما الواتس يا اما الفايبر، وهقول لكم بعد كده هنتواصل مع بعض ازاي. وهبدا اسال كل مجموعة منكم في البحث اللي هم كاتبينه. بره البحث لا، فقط في البحث اللي هم كاتبينه. Research terms or search terms. Number 1 not less than 5 pages. Number 2 it consists of an introduction, subject, result and references. Number 3 no more than 4 students participate in the same research. Number 4, each student will be discussed directly with the subject teacher. إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله.